بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما انتهينا من الميتوزيس باليوكاريوتس رح نحكي عن نوع السيل ديفيجن اللي بصير بالبكتيريا اللي اسمه باينري فيجن. هلا حكينا قبل هيك انه السيل ديفيجن لما بصير باليونيسيلولر اورجانيزمز هذا الشيء بسبب بانه الاورجانيزم بصير له ريبليكيشن ككل مش سيل فيه بما انه هو مكون من سيل واحده بس. فرح نحكي عن البروكاريوت البكتيريا والارشيا او الاركيا reproduce by a type of cell division called binary fission. Okay. البينري فيجن هاد كيف بصير؟ بصير انه الكروموسوم راح يكون فيه نقطة من النقاط اسمها ال origin of replication. بدنا نتخيل حلقة نتخيل انه نحن عم نطلع الحلقة من ناحية الثقب. راح نمسك نقطة على المدار تبع الحلقة وراح نفتحها راح نقسمها بشكل رأسي وراح بعدين ناخذها كلها يعني يمتد الانقسام ونفتح الحلقة لحلقتين نقسم حلقة لحلقتين ونحطهم جنب بعض نحطهم بجانب بعض. فهذا الشيء راح يمثلنا او راح يعطينا مثال تخيلي لطريقة انقسام الكروموسومز بالبكتيريا. البلازما ممبرين بعدين بعد ما ينقسموا يروحوا كل واحد لطرف. البلازما ممبرين بعدين راح يعمل بنش انورد راح يعمل كليفج راح يقسم السيل انتو تو منشوفهم بالصور كيف هذا الاوريجين اوف ريبليكيشن كيف انفتح هيك كيف انفتح بهي الطريقه. بعدين راح يضل يعمل ريبليكيشن وراح يضل ينقسم لبينما يكون كروموسوم ثاني مطابق له تماما. الكروموسوم الثاني راح يكون بمكان معاكس له بعد هيك الخليه راح تطول والتو كروموسومز راح يبعدوا عن بعض اكثر. بعد هيك راح يصير بنش او كليفج. الكليفج هذا راح يقسم الخلية لتنتين بعد هيك راح نحكي عن انواع تانية من سيل ديفيجن. راح نحكي انه في انواع من البروتيست بتعمل سيل ديفيجن شبيه او متوسط بين الباينري فيجن وبين الميتوزيس. يعني شبيه بالميتوزيس وشبيه بنفس الوقت بالباينري فيجن. هلا الفرق بين الميتوزيس والباينري فيجن انه هون اصلا ما في خلية ما في نواة راح يصير لها فراجمنتيشن وما في تيوبولز راح تشد الدي ان اي موليكولز للطرفين. هون راح نشوف هذا الباينري فيجن اللي حكينا عنه. هون راح نحكي عن اليونيسيلولر بروتيست كول داينوفلاجيليتس. الداينوفلاجيليتس هي عندها الكروموسومات عندها نواة وداخل النواة في كروموسومات وفي عندها مايكروتيوبولز. المايكروتيوبلز راح يكونوا متصلين بالبلازما ممبرين. المايكروتيوبلز راح يمتدوا عبر النواة بخلال channels cytoplasmic channels راح تمتد بcytoplasmic tunnels خلال النواة. والكروموسومات راح ترتبط بالطرفين النيوكلير انفلوب والمايكروتيوبلز راح يضلوا يبعدوا الخلية عن بعضها وبالتالي راح يصير انقسام للخلية بدون ما يصير فراجمنتيشن للنيوكلير راح يصير انقسام للنواة بدون ما يصير فراجمنتيشن اوف ذا نيوكلير انفلوب. بعد وراح يصير انقسام للنواة عن طريق بشكل مشابه للبكتيريا الباينري فيشن. اما السيتوبلازم بنلاحظ انه في مايكروتيوبلز راح يكون شبيه بالميتوزيس. هون عندنا طريقه ثانيه انه المايكروتيوبلز اصلا صايرين جوا النواه. نوع ثاني من البروتيست باليونيسيلولر بروتيست عندنا هون الدايتومز واليست. عندنا هون الكاينيتوكور مايكروتيوبلز عندنا المايكروتيوبلز كلهم صايرين داخل النيوكلير انفلوب داخل النواة. النون كاينيتوكور مايكروتيوبلز راح يعملوا استطالة للنواة وبالتالي استطالة للخلية. ونفس الوقت الكاينيتوكور مايكروتيوبلز راح يشدوا الكروموسومز نحوهم لناحيتهم وبالتالي
بعدين راح يصير في راح يصير في انقسام للنواة وبعدين انقسام للكروموسوم. انقسام للنواة انقسام للكروموسوم. هم نشوف اليوكاريوت سيلز اللي نحن اوريدي حكينا عنهم بالميتوزز. بعد هيك رح نحكي عن الكنترول سيستم تبع السيل ديفيجن، انه سيل ديفيجن ما بيكون عشوائي، وقديش لازم هالنوع من الخلايا انه يعمل ديفيجن وقديش لازم هالنوع من الخلايا انه يعمل ديفيجن، هذا الشيء بيختلف من خليه لاخرى. هلا عندنا مثلا خلايا الجلد الهيومن سكين سيلز ات ويل ديفايد فريكوينتلي، يعني بتضل تعمل ديفيجن بشكل مستمر. الليفر سيلز مثلا الليفر سيلز ما بتعمل ديفيجن الا لما بيصير اصابه، لما بيصير اصابه او لما منشيل جزء منه. Some of the most specialized cells مثل المسل سيلز مثل النيرف سيلز، هدول السيلز اصلا ما بيعملوا ديفيجن بالماتشر هيومن، يعني لما بمجرد ما يبلغ الانسان او يوصلوا للماتشوريشن ليفل ما بيعودوا بيعملوا ديفيجن نهائيا، ما بيعملوا ديفيجن نهائيا. These different results from regulation at the molecular result from regulation at the molecular level. فايش اللي بيسبب هذا هي الديفرنسز؟ في شيء بيتحكم بالكنترول سيستم وفي نوع من الخلايا لما خلايا بتقدر انه ما تكون تحت هذا الكنترول سيستم راح تتحول لخلايا هجينه او لكانسر سيلز. الكانسر سيلز بتقدر تهرب من هذا الكنترول اوف ذا سيل سايكل او ذا سيل سايكل. هلا حكينا انه راح نحكي انه السيل سايكل بيتحكم فيها شيء اسمه بتحكم فيها specific chemicals موجودين بالسيتوبلازم أو specific chemical signals موجودين بالسيتوبلازم. شو الدليل على أنه هدول موجودين بالسيتوبلازم؟ الدليل أنه هن عملوا تجربة دمجوا فيها خليتين بdifferent phases. مثلا هون هاي بالS phase بالsynthesis of DNA phase، هاي بالG1 بالgrowing بالfirst gap فايز، دمجون مع بعض، دمجوا السيتوبلازم تبعونهم مع بعض فصاروا خلية واحدة ولكن بيتو نيوكليوس. فلاحظوا انه الخلية اللي بالجي 1 مباشرة دخلت على الاس فايز وبلشت تعمل ريبليكيشن اوف ذا دي ان اي عشان تحضر حالها للانقسام. فالدليل على هذا فهذا الشيء يدلون على انه الإشارات اللي عطت هاي السيل إنها توصل إنها تدخل على الإس فايز موجودة بالسيتوبلازم تبعها، فبالتالي اختلطت مع السيتوبلازم تبع هاي السيل مع السيل الثانية وبالتالي عطتها إشارات إنها تدخل على الإس فايز. نفس الشيء صار هون بس بفايزز مختلفة. هون بالإم فايز بالميتوتيك فايز في كوندنسيشن أوف ذا كروموزومز، فبالتالي عنا سيستر كروماتيدز. اما لانه اصلا اوريدي هي عدت الاس فيز صار عندنا دبل اوف ذا كروموزوم ماتيريال، دمجوها مع خليه بالجي فيز، فخليه بالجي فيز مباشره دخلت على الام فيز بدون اصلا ما تعدي على الاس فيز اللي بيصير فيه ريبليكيشن، فبالتالي عملت وان سيستر كروماتيد. ولكن هذا اعطاهم دليل على انه السيتوبلازم هو اللي بيحوي على الاشياء اللي بتعطي كيميكال سيجنالز اللي هي بتتحكم بالسيل سايكل نحكي عن الكنترول سيستم اوف ذا سيل سايكل. الكنترول سيستم اوف ذا سيل سايكل بيشبه الساعه. كيف انه عندنا دوره حياه الخليه، المؤشر تبع دوره حياه الخليه بيوصل على اماكن اسمها تشيك بوينتس. هدول التشيك بوينتس يا اما بيعطوها ضوء اخضر يا اما بيعطوها ضوء احمر. واهم نقطه بالنسبه لاغلب اهم تشيك بوينت بالنسبه لاغلب الخلايا هي الجي 1 بوينت، وغالبا انه الخليه اذا عدت الجي 1 بوينت فهي راح تمرق بالام فيز وراح تعمل انقسام. يعني انه الجي 1 بوينت هي بعدها بيمشي حال الخليه او بتنفد. السيل سايكل بيتحكم فيها both internal and external controls. في يعني it's regulated by internal external controls. في اشياء من جوا الخليه بتتحكم بدوره انقسام الخليه،
او دوره حياه الخليه، وفي عوامل خارجيه كمان بتتحكم بدوره حياه الخليه. هاي صورة. عندنا ثلاثة تشيك بوينتس، عند الجي 1، عند الجي 2، عند الام. عند الجي 1 هي اللي بتخليها تدخل على الاس فيز، عند الجي 2 هي بتخليها تدخل على الام فيز، عند الام فيز هي بتخليها تتابع بالام فيز، وبعدين ترجع تعمل تكمل الانقسام، تعمل السيتوكينيز، وبعدين تدخل على الجي فيز. جي 1 فيز حكينا انه it's the most important بـ many cells هو الجي 1. إذا أخذت ضوء أحمر عند الجي 1 فيز، إذا خلية أخذت ضوء أحمر عند الجي 1 فيز، فالخلية راح تطلع برا الريبليكيشن سايكل، برا السيل سايكل، تروح على شيء اسمه الجي 0 فيز. الجي 0 فيز بنشوف بالرسمات كيف إنه ضوء أخضر بتكمل، ضوء أحمر تطلع على شيء اسمه نون ديفايدنج سيل، نون ديفايدنج سيل فيز اللي هو جي 0 فيز. فهي السيل ما بتعمل ديفايدنج. نحكي عن two regulatory proteins. هدول proteins are internal proteins، صايرين جوا الخلية. هدول proteins بتحكموا بأحد check points، إنه أحمر أو أخضر، طب أحمر أو أخضر. عنا نوعين، عنا cyclins وعنا kinases. شو اسمهم؟ اسمهم cyclin dependent kinases. هدول الكينيزز بيعتمدوا على وجود السايكلين. يعني إذا كان السايكلين غير موجود فهن مسميين على هذا الأساس، لأن الكونسنتريشن تبعتهم تختلف بالسيل سايكل حسب السايكلين. كمان عنا الـ MBF. شو هو الـ MBF؟ الماتوريشن بروموتينج فاكتور. الماتوريشن بروموتينج فاكتور هو بروتين كومبلكس. البروتين كومبلكس مكون من CDKs والسايكلين. السايكلين مع السي دي كي بيعملوا ام بي اف، والام بي اف بيعطي لما بيتراكم عنا كميه معينه او كميه كافيه من الام بي اف، هذا الشيء راح يخلي الخليه تعدي الجي 2 تشيك بوينت وتدخل على الميتوتيك فيز او الام فيز. هون بنلاحظ عنا انه لما بنلاحظ عنا اول شيء خلينا نحكي هون عنا السي دي كي السايكلين ديبندنت كاينيزز. السي دي كي لما ارتبطت مع السايكلين، لما ارتبطت مع السايكلين عملت الام بي اف. الام بي اف لما تراكم كم معين منه خلاها تعدي الجي، فبالتالي دخلت على الميتوتيك فيز. بالميتوتيك فيز راح يتكسر السايكلين، راح يعملوا راح يصير له ديجريديشن، وراح راح يفك الارتباط مع السي دي كي وضل سي دي كي لحاله. وهون بالجي وبالاس بالليت اس فيز وبالجي 2 فيز راح ينحمى السايكلين، راح يصير حماية للسايكلين من انه يصير له ديجريديشن، وبالتالي راح يرجع ينبنى مرة ثانية ويتراكم ويرتبط مع السي دي كي ويعيد الدورة مرة ثانية. بنلاحظ هون انه لما الكونسنتريشن تبعت السايكلين ارتفعت صار عندنا ام بي اف، فبالتالي الام بي اف اكتيفيتي انها تعدي، انها تخلي الميتوتيك يعدي ارتفعت كثير، فخلت الميتوتيك يصير، وبالتالي وصلت على الجي 1. بالجي 1 بنلاحظ انه ما في عندنا نهائيا سايكلين، ما في عندنا سايكلين كونسنتريشن بالمره. وعند الاس فيز بالليت اس فيز ببلش السايكلين يرجع ينبنى مره ثانيه ويرجع يظهر لبين ما يوصل للقمه تبعته، هي لما بتكون الام بي اف. لما بتكون الام بي اف بتبلش الميتوتيك فيز، وبنرجع بنعيد اللفة من أول وجديد. هون عم نحكي إنه إمتى بيصير الديجريديشن بالجي 1 وبالإس، والسينثيسيس أوف سايكلين ببلش بالليت إس فيز وبالجي 2 فيز. السايكلين كومباينز وذ سي دي كي وبيعملوا إم بي إف. الإم بي إف لما بيكون عندنا كم منيح بيدخل على الإم 2، بيعدي التشيك بوينت تبعت الجي 2 ويدخل على الام. الام بي اف بروموتس ميتوزيس باي فوسفوريليتينج فيريوس بروتينز. هي بتعمل فوسفوريليتينج لانواع من البروتينز، فبالتالي بتحفز او بتخلي او بتسمح للام فيز انه يبلش. الام بي اف اكتيفيتي بيكس دورينج ميتا فيز. بالانافيز اوف ذا ميتا اوف ذا ميتوزيس. بالانافيز اوف ذا ميتوزيس السايكلين كومباوندز السايكلين كومباوندز اللي هو باللون بنفسجي هون of the MBF راح يصير له degradation وterminating the M phase، عفوا راح يصير له
اذا رح يصير له ديجريديشن رح تتكسر، ولما تخلص من الام فيز، لما بنخلص من الام فيز السيل هون عم يحكي انه بالانا فيز سايكلينج كومبوننتس اوف ذا ام بي افز از ديجريدد، فامتى بصير ديجريديشن للسايكلينج كومبوننتس اوف ذا ام بي اف لان باللون البنفسجي هون نحكي بالانا فيز، بالانا فيز اوف ذا ميتوزيس. بعد هيك بنخلص من الام فيز، بيخلص الام فيز وتبلش السيل تدخل على الجي 1 فيز، والجي 1 فيز ما بيكون او بيستمر الديجريديشن، بيستمر الديجريديشن اوف ذا سايكلين، بيستمر الديجريديشن اوف ذا سايكلين. عندنا ستوب وجو سيجنالز، عندنا انواع من الانترنال والاكسترنال سيجنالز. من الانترنال سيجنالز هي انه لما الكاينيتو كور مايكروتوبلز ما بيرتبطوا مع الكاينيتو كورز اوف ذا سيستر كروماتيدز بروتينز، كاينيتو كور بروتينز اوف ذا سيستر كروماتيدز، الكاينيتو كورز راح يطلعوا او راح يطلع راح يطلع مولكيولر سيجنال ذات ديليز ذا انافيز، فبتاخر بتطلع سيجنال انترنال سيجنال، هي طبعا بتطلع بتطلع هي السيجنال وبتاخر الخليه من انها تدخل بالانافيز، تاخرها من انها تدخل بالانافيز، بالتالي بتسمح للسبنت المايكروتوبلز انها تاخذ وقتها انه ترتبط بالكاينيتو كورز. اذا ما صار هذا الشيء راح يصير في خلل بالدي ان اي قد يسبب بموت الخليه او تشوهات. Some external signals are growth factors. عنا الgrowth factors، growth factors هدول البروتينات تطلع من خلايا أخرى، هدول البروتينات تطلع من خلايا أخرى وبتحفز خلايا تانية إنه تدخل بالcell division، تبلش cell division. نوع من أنواع growth factors هن platelet derived growth factors BDGF. BDGF هدول stimulates the division of the human fibroblast fibroblast cells. Okay. هدول ال BDGF بتحفز ال fibroblast تبعت الإنسان إنها تدخل بال division، إنها تبلش division. Experiment صارت إنه أخذوا sample من human connective tissue، حطوها بديش ببيتري ديش وقطعوها لقطع صغيره، بعدين حطوها بانزيمات مشان تهضم الاكسترا سيلولار ماتريكس، وبالتالي ضل عندنا بس الفايبروبلاست. هلا الفايبروبلاست هذول حطينا قسمناهم لقسمين، قسم حطينا معه البي دي جي اف البلاتليت ديرايفد جروث فاكتور، وقسم من دون بي دي جي اف. القسم البي دي جي اف لاحظنا انه انما صار سيل ديفيجن عنا، صار عنا السيل ديفيجن الفايبروبلاست، اما بال without بي دي جي اف ما صار عنا الديفيجن. الفايبروبلاست عندهم على البلازما ممبرين عندهم ريسبتورز للبي دي جي اف، عندهم ريسبتور للبي دي جي اف، لما البي دي جي اف بيرتبط بهدول الريسبتورز بيطلع سيجنالز بتخلي السيل انها تعدي الجي 1 تشيك بوينت، بتخلي الفايبروبلاست سيلز انها تعدي جي 1 تشيك بوينت، وبالتالي بصير عندنا ديفيجن. البي دي جي اف بيعمل ستيميوليشن للفايبروبلاست ديفيجن، حكينا انه هو ذكر انه بالكالتشر ذكر انه بالكالتشر، بس هو بالكالتشر وآلسو ان ذا ان ان انيمالز بودي، بالانيمالز بودي كمان، ولما بصير انجري، لما بصير جرح مثلا، البلاتليتس ريليز بي دي جي اف، فبالتالي بيحفز الفايبروبلاست انها تساعد على شفاء هذا الجرح، على شفاء هي الووند. اوكي، نوع من الاكسترنال سيجنالز، نوع من الاكسترنال سيجنالز هو الدنسيتي ديبندنت انهيبيشن. دنسيتي ديبندنت انهيبيشن هي السيجنال او هذا الشيء بيمنع الخلايا من ان تزاحم بعضها، بتمنع الخلايا انه اذا كان المكان ممتلئ الخلايا ما بتقعد تعمل ديفيجن اكثر، فاذا ما كان موجود الخلايا بتصير بتعمل ديفيجن اكثر، وهدول هذا النوع من الخلايا هو الكانسر سيلز. في عنا شيء ثاني، موست انيمال سيلز عندها الانكوريج ديبندنس ان ويتش دي ماست بي اتاتش تو ا سبستراتوم ان اوردر تو ديفايد، فبالتالي هن يعني مشان الخلايا ما تبني فوق بعضها لازم يكون في عندها بيس، لازم يكون عندها أساس تبني عليه. إذا ما كانت مرتبطة بهذا الأساس الـ animal cells most of them they don't divide، ما بيعملوا division، ما بيعملوا تكاثر، فمشان ما يتراكموا فوق بعض مثلا. أما الكانسر cells، الكانسر cells ما عندها هذا الـ anchorage dependence. أوكي، هون experience صارت إنه
الـ anchorage dependence cells anchor to dish and divide. كان عندهم أساس اللي هو الديش الصحن اللي حطيناه، صار عندهم division لبين ما وصلوا إنه امتلأ هذا الصحن، امتلأ هذا الكالتشر اللي هنن فيه، فالدنسيتي ديبند انهبيشن تفعل مع عمل انهبيشن لأنه عمل انهبيشن لأنه امتلأ المكان، فبالتالي لما السيجنال لما السيلز شافوا إنه امتلأ المكان وقفوا الديفايدنج، شلنا شوي من السيلز، فبالتالي صار في مسافة صار في مكان للديفيجن اوف ذا سيلز، السيلز رجعوا عملوا ريبليكيشن وعبوا هذا المكان. اما بالنسبه للكانسر سيلز اذا حطيناهم بنفس المكان راح نلاحظ انه هن ممكن يبنوا فوق بعض اساسا، ممكن يبنوا فوق بعض وممكن يزاحموا بعض، فبالتالي هن ما عندهم الانكوريج ديبندنس ولا الدنسيتي اندبندنت انهبيشن. عنا هون بنحكي انه النورمال ماميليان سيلز they contact يعني بتواصلوا بين بعضهم وبيشوفوا قديش في نيوترينتس موجودة، اذا في نيوترينتس موجودة بتكفي لحتى يعملوا يعملوا انقسام او لا، بشوفوا اذا في growth factors او لا، and a substratum for attachment limit cell density to a single layer. اما الكانسر سيلز they continue to divide well beyond a single cell، بضلوا بيعملوا division حتى فوق single cell، وحتى they overlap cells forming a clump of overlapping cells، حتى يعني بيبنوا فوق بعض اساسا. They do not exhibit anchorage dependence or density dependent inhibition مثل ما حكينا. Loss of cell control is in cancer cells. الكانسر سيلز ما بيستجيبوا للكنترول ميكانيزمز اوف ذا بادي، للنورمال كنترول ميكانيزمز اوف ذا بادي. الكانسر سيلز اصلا ما بيحتاجوا جروث فاكتور حتى ينمو وينقسموا. الكانسر سيلز ممكن يعملوا الجروث فاكتور الخاص فيهم، ممكن هن يعملوا جروث فاكتور خاص فيهم. الكانسر سيلز ممكن يعملوا يعني يستجيبوا للجروث فاكتور سيجنالز مع انه ما في جروث فاكتور، they may have an abnormal cell cycle control system، ممكن يكون عندهم cell cycle control system خاص فيهم اللي هو غير طبيعي. A normal cell كيف تتحول النورمال سيل للكانسر سيل؟ عبر عملية اسمها transformation. الكانسر سيلز ذات ار نوت اليمينيتد باي اميون سيستمز، هلا الاميون سيستم لما بيشوف كانسر سيل فورا راح يقضي عليها، راح يدمرها. فاذا هدول الكانسر سيلز هربوا او الاميون سيستم ما قدر يدمرهم، فالمهم انهم نوت اليمينيتد، ما ابيدوا بالاميون سيستم، راح يسببوا تيومر، راح يسببوا ورم من السيلز الغير طبيعيه، واللي راح تزاحم السيلز الطبيعيه وراح تعطل الفانكشن تبع التيشو اللي هي فيه. If abnormal cells remain at the original site، هلا في عنا نوعين من ال abnormal cells أو التيومرز. عنا النوع الأول هو اللي بيضل بمكانه اللي هو ما بيتنقل بالجسم، اسمه benign tumor. عنا النوع الثاني اللي هو بيتنقل اسمه malignant tumor، وهذا التيومر بيتنقل بأنحاء الجسم، ممكن يوصل الدماغ أو القلب ويسبب الوفاة. وكان metastasize هو انتشار خلايا السرطان، exporting cancer cells to other parts of the body where they may form additional tumors. فبصير عنا أورام منتشرة بأنحاء الجسم. نشوف مثال على هذا الشيء بالبريست كانسر منشوف كيف إنه تيومر بسيط تكون اول شيء في عندنا كانسر سيلز ما انقضى عليها بالاميون سيستم، فبالتالي كون تيومر. التيومر هذا تكون بمنطقه بالبريست، بعدين انتشر لتيشو ثانيه بالبريست، انتشر بالبريست لتيشو ثانيه، بعد هيك انتشر اكثر ووصل للليمف والليمف فيسلز والبلود فيسلز، فبالتالي دخل بعض الكانسر سيلز دخلت على البلود فيسلز والليمف فيسلز وانتشرت بانحاء الجسم. لاحظ كيف منطقه ثانيه من الجسم صار عندنا ميتاستاتيك تيومر.
هذا التيومر وين أساسه؟ أساسه من البريست، ولكنه من النوع الثاني من التيومر اللي اسمه مالignant تيومر. مالignant تيومر، وهيك ممكن يصير عندنا تيومرز بكافة أنحاء الجسم. هون لما بيحكي لك إنه السرطان ما عاد مسيطر عليه وانتشر بكل الجسم. The recent advances in understanding the cell، إنه شو نحن بنستفيد من إنه نحن نفهم السيل سايكل، نحن نستفيد إنه نحن ممكن نعمل cancer treatment، نعمل علاج للكانسرز. إذا نحن عرفنا السيل سايكل، وإذا فهمنا الطريقة بشكل منيح 100%، فالادفانسينج بالاندرستاندينج ذا سيل سايكل رح يؤدي لأنه نحن نطلع تريتمنت للكانسرز منيحة جيدة جدا أو فعالة 100%. هيك بنكون خلصنا الشابتر، بتمنى لكم التوفيق، تابعونا بالشابترز الجاية. تحياتي لكم، محمد وسيم دنو، طب وجراحة فم والأسنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.